السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم وسيم من مجوهرات السلام، اختصاصنا هو بيع الذهب 18 كاره، وكندير لا ليفريزون للمغرب كامل. مرحبا والف مرحبا بكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش كتعاودوا؟ كي دايرين مع هاد البرودات والصعودات؟ مرحبا مرحبا بكم. اليوم جينا وجبنا لكم الجديد بثمن جد مناسب ان شاء الله، وفي متناول الجميع. كلشي اللي دخل يبارطاجي اللايف حقاش الهميزات كاينين اليوم، شي حاجه واعره بثمن جد مناسب. ومرحبا والف مرحبا بكم. كي دايرين مع هاد البرودات؟ كي دايرين مع الصهودات؟ الحمد لله هادشي اللي بغينا تكونوا على خير وبخير والحمد لله. رقم الهاتف اللي هو 06 15 170 69. اليوم عندنا خطيره بثمن جد مناسب. ومرحبا مرحبا. كاين هادو خويا تما ديال المغياج، لاله سيما وعليكم السلام، تحيه ليك، مرحبا ومرحبا بك. اللي دخل لايف يبارطاجي لنا اللايف، وشكرا للجميع، شكرا لجميع المساندين ديالنا. مرحبا بكم عند وسيم من مجوهرات السلام، اختصاص ديالنا هو بيع الذهب 18 كاره، وكنديروا لا ليفريزون المغرب كامل. وصافي نخرج صداقه. لاله ماريا، والله ما عرفتش فوق صيفطتي الميساج ديالك. لاله اس، وعليكم السلام. لاله زينب نجات صحار، تحيه ليكم. لاله تسنيم مرحبا. لاله عائشه مرحبا بكم. البارطاج البارطاج، الميزات واعرين خويت ماد المغياج، شي حاجه زوينه بثمن جد مناسب ان شاء الله وفي متناول الجميع. كاين دي زونسومبل على تشكيله كخطيرين حتى هما، شي حاجه غزاله. صافا انا نربح اليوم ان شاء الله، بارطاجيو معايا اليوم الا وصلتوا لذاك الشيء اللي كنوصلوا ليه ديما، كاين الربح ان شاء الله. يلا بارطاجيو. الموديل الفن اللي كيحمق هو هذا ديال الاكس، اخر ما يكون في المغياج. مرحبا بكم. البارطاج والهميزه راه على دوم حتى الاخر ديال السيمانه ان شاء الله، هذا تسالى لكم. ومرحبا، يلا بارطاجيو معايا اللايف. شكرا لجميع البارطاج. سربي سربي سربي، مرحبا مرحبا. غادي نسربي واحد ام خليل، عرفتي شحال هادي توحشناها، مابقاش كتبان عندنا في لي لايف هنايا. نتمنى تكون على خير وبخير. اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني. لاله لوما، وعليكم السلام. لاله حفيظه، لاله فاتي، نسرين، تحيه ليكم مرحبا. لاله ناديه مرحبا بكم. لاله عبير، تحيه ليكم. بارطاج كلشي، بارطاجي اللايف، ما نطولش عليكم. كاين ميزات واعره بثمن جد مناسب. اول حاجه كاينه غورميت ديال اليد، ها هي تبارك الله، شي حاجه غزاله ب 3400 درهم. كاينه هاد لا غورميت هادي ب 3400 درهم. ما غاديش كندعمها. الله يشافيك ام خليل، والله باف خباري ديجا حتى حنا كلشي عيان، والله الا كلشي زعما واكل الضق في هاد البرد هذا كامل، والله الا كامل. شوف شحال، مازال ما شفتش انا راك سوبر فان خلاص ديالنا، مرحبا بك. كاين هذا 68000 ريال، 68000 ريال. هاد لا غورميت ديال اليد غزاله ب 68000 ريال. عندنا فيهم، عندنا ديال اليد وكاينه ديال العنق، هادي ب 68000 ريال. اما ملي كديها مع ديال العنق ديالها راه كتنقص لك تقريبا 100 درهم، اللي هي هادي. انا نقول لكم شحال عندنا ديال العنق وديال اليد، كديرو دايره ب 9500 درهم، وناقصين لكم 100 درهم اللي هي 9400 درهم. هي ديال العنق وديال اليد 9400 درهم، 10 الغرام. ما كرهناش اختي كوثر، الله ما كره. 9400 درهم هي 940 اورو. هذه ديال العنق وهذه ديال اليد 9400 درهم. والسلام عليكم. السلام لاله نور، تحيه ليك. انا نسرب المسمار، المسمار الكبير على الراس والعين لاله ماريا. 9400 درهم اللي هي 940 اورو، 188000 ريال، 188000 ريال. اللي عجباتو يدير لها سكرين ويتواصل معنا سير واتساب. ومرحبا، 9400 درهم. هاي اللي عجباتي دير لها سكرين وتواصل معايا سي واتساب. ومرحبا، 9400 درهم. لاله كنوز، شكرا لكم بزاف على البارطاج ديالكم وعلى المسانده ديالكم لينا. كاين دوت موديل، عندي موديل زوين تاهو ديال العنق فيه ود اليد، هذا بالنسبه اللي كيبغيو سنيسله طوالين شويه. هادو بالنسبه اللي كيبغيو سنيسله طوالين، كلشي بارطاجي معنا اللايف. كاين هادو الثمن ديالهم اللي هو 5800 درهم ديال العنق وديال اليد، 5800 درهم اللي هي 580 اورو، 580 اورو. شكرا للجميع على البارطاج ديالكم. هادو ب 5800 درهم ديال العنق وديال اليد، في هادي ديال اليد كي كتشوفوا كتجي غزي، ولا السداده ديالها خطيره. 5800 درهم، 5800 درهم. كاين هادي ديال العنق، هادي ديال العنق غزي ولا واعره، 5800 درهم، 5800 درهم اللي هي 116000 ريال، 580 اورو. هادي ديال العنق وديال اليد، اللي بغا يدير السكرين مرحبا. كاين دوت موديل واعر، هذا ديال بالمي، شي حاجه غزاله. كي كتشوف هذا الموديل راه اخر ما يكون في السنيسلات اللي كنصاوبو لكم، ماشي اخر ما يكون، ماشي حاجه اللي متداوله، يعني شي حاجه اللي زوينه، وحتى الثمن ديالها جد مناسب.
كاين هادي ب 8000 درهم، هادي ديال البالمي كي كتشوفوا لا غورمي ديال العنق وديال اليد ب 8000 درهم اللي هي 160000 ريال 800 اورو. اللي بغى لا غورمي بوحدها ديال اليد، اللي بغى الغورمي ديالها 3100 درهم غير ديال اليد، 3100 درهم 3100 درهم، واللي بغى ديال العنق راه الثمن ديالها اللي هو 5100 درهم. هادي ب 3100 درهم وهادي 5100 درهم. السلام عليكم ورحمه الله، حسن ذهبي في المغرب كامل، الله يحفظك على الحنان، الله يكبر بيك والله يكبر بيكم كاملين، شكرا لكم بزاف. ام خليل كي دايره لاباس عليك كي بقيتي؟ والله الا عاد سولت عليك دابا قلت ما شحال هادي ما شفتك في لي لايف، هي تقول لي لا ماريا راك كنت مريضه، الله يشافيك والله يعافيك يا ربي امين، ترجعي كيف كنتي ان شاء الله. هذا ب 8000 درهم اللي عجباتي ديال السكرين ومرحبا به. خويت مثل المغياج ديال 3 دي ب 1300 درهم، بروموسيون غزاله 1300 درهم اللي هي 26000 ريال 130 اورو. هذا راه بروموسيون ديال اليوم 1030 درهم 1300 درهم، عطيت عليه دراسه مشغلين من وراء مغاربين دراسه. مرحبا بكم والله الا مرحبا بكم، 1300 درهم اللي هي 26000 ريال 130 اورو، بروموسيون غزاله هذا الخاتم هذا 3 دي، شي حاجه ما فيهاش الحجر بزاف وثمن جد مناسب 1300 درهم اللي هي 1300 درهم. يلا اللي معانا هنايا اسكريني ودخل عندنا سي واتساب. مرحبا كاين اخوتي، هذا الموديل هذا ب 370 درهم للغرام، 370 درهم للغرام هذا الموديل هذا لي بروموسيون فيه 7.3 كضربيها في 370 كيجي 2700 درهم 270 اورو، 270 اورو هذا الموديل، غير هذا الموديل هذا ب 270 اورو على سوم 370 درهم للغرام، شي حاجه غزاله وثمن جد مناسب 2700 درهم 270 اورو. غزال غزال اللي بغى بيع الذهب مازال شويه دابا راه طالع شي شويه اختي نور، هذا 6 ونص تقريبا في الدوره ديالو 3100 درهم، هي كتشي اللي قلت 3100 درهم، اللي بغى شي حاجه مرحبا. خويته مخضر ملكي زوين ثمن جد مناسب، ها هو هذا غزال هذا الخاتم هذا رائع 2000 درهم، 2000 درهم اللي 40000 ريال 200 اورو، كيجي كي كتشوفوا الخاتم فيه حجيره في الخضر لونه خضراء وفي الجناب ديالو مسيغتي بالحجر الاحمر والخضر، هذا الثمن ديالو اللي هو 2000 درهم 40000 ريال. الا عجبك ديري له سكرين والصح من ناحيه ديال الصح صحيح شي حاجه زوينه وفنه، الثمن ديالها اللي هو 2000 درهم 40000 ريال 200 اورو، شي حاجه غزاله وثمن جد مناسب ومرحبا. وسيم خصك تصايب الام ليا وام خليل ميدالية الذهبية تشهرنا في لي لايف ديالك. مرحبا لالا مريا تستاهل كل الخير، يسول فيك الخير وازم كنت غادي نموت وانا باقي مشيت على الصابون، والله الا راني موصيلك عليها يكون هانيه 2000 درهم ل 40000 ريال 200 اورو اللي عجبتي ديال السكرين ومرحبا. مرحبا بكم. كاين موديل ديال اكس غزال، هذا موديل اكس زوين محجر شي شويه من هنايا على شكل تخوات ديم جناب، الثمن ديالو اللي هو 1800 درهم، هذا في اللبسه ديالو كيجي على هذا الشكل، انا كنوريكم غير باش تشوفوا، راه حنا كيف قلنا لكم راه الرجال حرام عليهم الذهب، الثمن ديالو اللي هو 36000 ريال 1800 درهم، كيجي تخوات ديم من هنايا والحجر هنايا، هذا من بعد الا بغيتي ديري له مغياج كديري له واحد هذاك ديال التاج اللي كيجي بحال هكا عرفتوه، كديريه له هنايا كيجي واعر، الثمن ديالو اللي هو 36000 ريال 1800 درهم. الا عجبك ديري له سكرين وتواصلي معايا سي واتساب ومرحبا. هذا الخضر راه ب 2000 درهم ما تنساوهش، 2000 درهم اللي هي 40000 ريال 200 اورو اللي عجبتي ديري له سكرين ومرحبا. واسمع فيك ديك السلسله اللي فيها عينينا راه كتبان، هادي غنوريها لك اختي على الرسولين. كلشي عافاكم يبارطاجي معنا اللايف وشكرا لكم. كاين خويت مغزال ومتين ديال الباطو، هذا ديال الباطو كيفاش كتشوفوا شي حاجه غزاله، ها هو مدوبل من الداخل شي حاجه حجيره تفنين واعرين. خويا بغيت نسولك الا مثلا عندي شي خاتم وبغيت نعرف واش ديال الذهب، ها هو الطابع اخويا هنايا الا كان منقص بعض المرات راه ما كي هذا الخاتم هذا ضرب به شي واحد تفلقوا به. هذا الثمن ديالو 4100 درهم 82000 ريال 410 اورو، 4100 درهم كيجي خاتم صحيح، 4100 درهم هي 82000 ريال 410 اورو. ها اللبسه ديالك كيفاش كيجي؟ مرحبا ام مهدي الله يودي والله الا على راسنا وعينينا محالكم، هذا حنا واخا غير نوريكم تستافدوا معنا ونوريكم اخر الموديلات. 4100 درهم هي 82000 ريال 410 اورو اللي عجبتي ديال السكرين مرحبا. لالا نور ونسيم فين السرتله ديالك؟ كي دايره لالا نور؟ والله ما عرفتها كي دايره السرتله اللي خساريتي. مرحبا بك اختي. كاين هذا الموديل موديرن، هذا موديل موديرن كتشوفوا الثمن ديالو اللي هو 32000 ريال 1600 درهم، هذا خويتم كيجي من هنايا بحال قلتو بلا، الثمن ديالو اللي هو 1600 درهم 32000 ريال 160 اورو اللي عجبتي ديال السكرين ومرحبا. لالا ماريا بالنسبه للبغاسلي ديال المسمار راني كنقلب عليه باش يبان لي في لا فيتخيل مازال ما لقيتوش، يبان لي غنوريه لك وسمحي لي. 4000 هذا 1600 درهم، 1600 درهم هي 160 اورو، ها هو يا ربي ها هو ديال المسمار وانا كنقلب عليه في لا فيتخيل، ها هو هذا خلاص في الحله ديالو، ها انت كيتحل على الطريقه هنايا. هذا الثمن ديالو هو 5500 درهم، داكشي اللي قلنا لكم البارح، ها 5500 درهم هي 110000 ريال 550 اورو،
وخاتم هو التيتانيك. اه شنو هو التيتان؟ اه ديك ديال الفيلم 5500 درهم اللي هي 110 الف ريال 550 اورو. هذا بغاسلي فن يعني غزي والو صحيح ومتين يعني متقوليه ديالو تقيقل وزوين وشي حاجه فنه. 5500 درهم اللي هي 110 الف ريال 550 اورو. اللي بغى يدير لو سكرين ويتواصل معايا سير واتساب ومرحبا بكم. حنا دائما معكم بالثمن جد مناسب ومرحبا بكم دائما عند وسيم من مجوهرات السلام. اتمنى دائما جد مناسبه ومرحبا. كاين هذا الموديل، هذا الثمن ديالو اللي هو 34000 ريال 1700 درهم 170 اورو. كيجي خاتم مسيغتي بالحجر هنا، هادو راه حجيرات هنايا وجاي هنايا على شكل تخرام ديال فيرساتشي. الثمن ديالو اللي هو 1700 درهم 34000 ريال 170 اورو. لالا سمسيم وعليكم السلام. خواتم الخطوبه مرحبا موجودين. 1700 درهم 34000 ريال 170 اورو. هادي جوج المليون و 30000 ريال، جوج المليون و 30000 ريال. المليح دوره 21 اللي عجباتي ديال السكرين غنوريكم بعد الثلاثه واد ديالها. مرحبا ما تنساوش معايا، هذا راه 34000 ريال اللي داير الثمن ديالو 1700 درهم اللي هي 170 اورو. لالا ورده وعليكم السلام، خليه ليا وسيم. شنو هو خاتم ولا الكلو اللي بغيتيها لالا ورده؟ مرحبا بك، مرحبا بكم. اي حاجه عجباتكم على الراس والعين. سمحوا لنا الناس اللي ما جاوبناهمش هاد اليومين، راني كنت عيان داكشي. علاش كاين هذا الموديل هذا ب 4300 درهم 46000 ريال خاتم موديرن. هذا من الموديل ديال لي عصريين. 4300 درهم هي 86000 ريال 430 اورو. كيجي خويتم على هاد الشكل هكا زويون. ها هو 4300 درهم هي 86000 ريال 430 اورو. خويا واسم كيدير لاباس ما شاء الله. اختصارا الحمد لله، الله يحفظك اختي، كي دايره انت مزيان الحمد لله. هادشي اللي بغينا تكونوا كاملين على خير وبخير. 2300 درهم 46000 ريال. ما تنساوش ديروا معنا سكرين والحاجه اللي بغيتوها على راسي وعيني، وكلشي بارطاجي عافاكم معايا اللايف. حقاش ديجا كنبغيو البارطاج باش كلشي ان شاء الله يستافد من البروموسيون اللي كندوزو. ومرحبا بكم. كاين خويتم، كاين خويتم دابا غنوريكم واحد خويتم ماغياج اللي شي حاجه زوينه، شي حاجه واقيلا نقدروا نقولوا اخر ما يكون في لي ماغياج. هما هاد الموديل هكا، هذا الثمن ديالو اللي هو 3000 درهم. هذا الثمن ديالو اللي هو 3000 درهم 60000 ريال 3000 درهم. 3000 درهم اللي هو 3000 درهم 60000 ريال. الا عجبك ديرو لي سكرين ومرحبا. هذا فيه فراشه هنايا باش تشوفوها هنايا، هذا فيه فراشه هنايا وفيه هاد التوت هادي اللي زوينه. الثمن ديالو اللي هو 3000 درهم 3000 درهم 3000 درهم هي 60000 ريال. اللي عجباتو يدير لها سكرين ويتواصل معنا سير واتساب ومرحبا. 3000 درهم اللي هو 3000 درهم 60000 ريال. كاين هذا الثمن ديالو اللي هو 70000 ريال. هذا الموديل هذا الثمن ديالو اللي هو 70000 ريال. غزالت هذا الموديل هذا ديال الاكس 70000 ريال اللي هي 3500 درهم. 3500 درهم اللي هي 350 اورو. كيجي غزال فيه اكس هنا محجره وهذه محجره والتباقي ديالو بلا. الثمن ديالو اللي هو 3500 درهم اللي هي 350 اورو. 350 اورو. السلام فين السلسله ديالي؟ غادي نسافر غدا اختي دلال، كي دايره؟ ما عرفتش السلسله كي دايره. 3500 درهم اللي هي 70000 ريال 350 اورو. قول لي واش عوينه كبيره ما فيهاش برومو؟ فيها برومو لالا ساره مرحبا. ولا توسم اليوم غادي يفرق علينا. مرحبا تسالو عندي كل خير، والله الا تسالو كل خير الحمد لله. جو كونفير كاسم مغياس 3000 درهم. كونفير ديال 3000 درهم الفراشه هذا هيك اختي ورده هذا. ها انت شوفي خويا حتى شي حاجه نقدروا نقولوا كيف قلت لكم اخر ما يكون في لي موديل. مازال عندي بزاف ديال لي موديل، ولكن شوفوا لكم لي موديل دابا اللي قرابين لينا هذا النهار، ومن بعد غنوريكم دوتغ موديل. كاين موديلات ديال البنان، الناس اللي كيبغيو شي حاجه خفيفه وزوينه حليلوه في نص الوقت. 1300 درهم هي 1300 درهم 26000 ريال. مرحبا اختي ورده. الثمن ديالو اللي هو اختي ورده، علاش ما ديريش واحد القضيه مثلا الا عجبك مثلا هذا ديال الاكس، خدي بغاسلي واحد ديال الاكس على هذا وشوفي انت اللي بغيتي. يا اما دي هذاك ديال الاكس كيفاش بغيت. المهم تندخل البريفيو ونشرح لك. هذا الثمن ديالو اللي هو 1300 درهم اللي هو 26000 ريال اللي هي 130 اورو. الا عجبك ديري له سكرين اختي وتواصلي معنا سير واتساب. سلسله كافيه واخا اختي دلال، والله ما عرف راه كاينه في لابوست واقيله عندكم، ما عرفتش الورقه ديالك فين حطيتها. انا نعاود نقلب لك عليها واحد شويه قبل ما نسد المحل وغادي نوريها لك ونقول لك فين هي. مع قلت لك واقيله البارح غادي نقول لك فين وصلت، ساعه نسيت ما وريتك. كاين هذا الخاتم هذا، هذا زوين، هذا شي حاجه اللي صحيحه. الثمن ديالو هو 3500 درهم 350 اورو. بشحال بغاصلي ديال الاكس؟ انا غنعطيكم الوحدات ديالهم بشحال دايرين. 3500 درهم هي 70000 ريال 350 اورو. هذا خاتم مغياج شي حاجه زوينه في هذا القبه اللي الفوق هكا بوحده، وهذا بوحده راه ماشي ملاصقين. 3500 درهم هي 70000 ريال 350 اورو. يلا بغينا كلشي بارطاجي معايا اللايف، وشكرا لكم كاملين على البارطاج، الله يحفظكم. اتمنى راه دائما جد مناسبه ومرحبا بالجميع. كاين هاد لونسومبل ديال 3 دي ب 64000 ريال اللي هي 3200 درهم 320 اورو.
خويا كاين موديل بنان بلا حجر. كاين اختي سكينه موجود 3400 درهم ل 3200 درهم ل 64000 ريال 320 اورو. كيجي خاتم اللي كيجي داير على تشكل هو صحيح فيه بوندونتيف وحلقات 3200 درهم هي 320 اورو. اللي عجباتو يدير لها سكرين ويتواصل معنا في واتساب ومرحبا. 3200 درهم لونسومبل ديال الاكسل اللحاني راه 3500 درهم داير. هادو الثمن ديالو اللي هو 3200 درهم 64000 ريال 320 اورو. انا كنتسنى الثمن ديال السلسله. مرحبا اختي زين، غادي نوريكم ان شاء الله، غير صبروا عليا شويه غادي نوريكم دقه دقه ونوريكم كلشي ان شاء الله. كاين هذا الموديل هذا سنيسله خفيفه وزوينه وظريفه 900 درهم هي 18000 ريال. هادي الثمن ديالها اللي هو 18000 ريال 90 اورو. الا عجبتك ديري لها سكرين وتواصلي معنا في واتساب ومرحبا. 9000 درهم هي 900 درهم 18000 ريال 90 اورو. كيجي بوندونتيف مع سنيسله نيلون ديالها اللي صح والعمل والثمن جد مناسب. الثمن ديالها اللي هو 900 درهم 18000 ريال 90 اورو. الا عجبتك لا ديري لها سكرين، دخلي عندي في واتساب 0652 15170 69 وداك الساعه حنا كنتكلفوا بلا ليفريزون، يعني كنصيفطوها لك للمدينه اللي بغيتي بلس لي كادو اللي كنصيفطو لك 900 درهم. ما تنساوش تبارطاجيو معايا اللايف، بارطاجيو بارطاجيو. كاين لو موديل لي زويون عندنا ديال السلسله ديال غافينيتي اللي هي هادي، انا وريها لكم، كتجي رائعه في اللبسه ديالها، فيها سنيسله صغيره. هادي الثمن ديالها اللي هو 28000 ريال غافينيتي، 28000 ريال هي 1400 درهم 140 اورو. الا عجبتك ديري لها سكرين وتواصلي معنا في واتساب ومرحبا. 1400 درهم هي 28000 ريال، هي غافينيتي فيها سنيسله زوينه ورقيقه وصحيحه. 1400 درهم هي 28000 ريال 140 اورو. اللي عجباتك دير لها سكرين وتواصل معنا في واتساب. ثمن جد مناسب وفي متناول الكامل، يعني كلشي ممكن يتقدى الذهب. يعني بمناسبه دابا ديال الاخر ديال السنه كتبغيو تعطيو دي كادو، اليوم كنقترح عليكم بزاف ديال لي موديل اللي رخاصين، يعني حتى في لي بري ديالهم ريزونابل بزاف، والثمن ديالكم وصيفطوها لكم حتى لباب الدار اولا لا بوست اللي قريبه ليكم عاد تخلصيها، راه ما كاين حتى مشكل. عزازين وغالين، هادو 1400 درهم هي 28000 ريال 140 اورو. اللي بغيت تهلا في المدام راه عندنا عاوتاني شويه تويجيات اللي زوينين، المهم اللي بغيتوها مرحبا على راسي وعيني. انا هنايا غير باش نقدم لكم ونقترح عليكم. كاين هاد لي موديل هذا ب 3500 درهم، كيجي خاتم خطير ثمنه اللي ثمن جد مناسب في لا بروموسيون. الثمن ديالو اللي هو 3500 درهم 70000 ريال 350 اورو. هذا 3500 درهم كيجي في اللبسه ديالو خطير بثمن جد مناسب. 3500 درهم هي 70000 ريال 350 اورو. الا عجبك ما عليك غير ديري له سكرين وتواصلي معنا في واتساب. رقم الهاتف اللي هو 06 52 15 170 66، هذا هو رقم الهاتف ديالنا. ودائما حنايا كنتواجدوا في مدينه مكناس في برج مولاي عمر اون فاس لا فارماسي اسماعيليه، كندير لا ليفريزون في المغرب كامل. 3500 درهم كيجي خاتم غزال وراقي بزاف، يعني شي حاجه عاطيه للعين. 3500 درهم هي 70000 ريال. ما تنساوش تبارطاجي معنا اللايف وشكرا لجميع البارطاج ديالكم. واليوم كيف قلت لكم راه كنقترح عليكم بزاف ديال لي موديل اللي رخاصين في الثمن ديالهم اولا دي زونسومبل اللي كتلقاوهم تما مخفضين في الثمن. المهم بزاف د الحوايج، عندي مفاجات بزاف اليوم، تسناو معنا في الاخر ديال اللايف ان شاء الله وغادي يبان لكم داكشي اللي كتبغيو. مرحبا بكم. ما ننساش نوريكم موديلات لي زوينين ديال لي غورميت ديال غافينيتي. كاين اللي عندنا غورميت ديال غافينيتي ديال الجاكوار، هذه ديال الجاكوار اللي كتجي هنايا عينيها خضر، عينيها خضر. ها انتما كيف كتشوفوا تبان لكم حصيره اللي زوينه، ها انتما فيها بلاصه زياده ولا نقصان. الثمن ديالها اللي هو 50000 ريال، الثمن ديالها اللي هو 50000 ريال 2500 درهم. كتجي غزاله، من بعد لا بغيتي تكملي لونسومبل ديالها راه كاين عندنا موجود متوفر عندنا في المحل. ومرحبا بكم باي حاجه احتاجيتوها حنا على راسنا وعينينا، يلاه كثروا مجادوغ ومرحبا بكم. 2500 درهم 250 اورو، 250 اورو اللي هي 50000 ريال. الى عجبك ديري له سكرين وتواصلي معايا سير واتساب. ها هو 2500 درهم. الموديل الثاني نتمنى تكونوا درتو سكرين ليها. الموديل الثاني اللي هو هذا الثمن ديالو 4300 درهم 86000 ريال، 86000 ريال اللي هي 4300 درهم. لا غورميت صح والعمل، فيها لي بول هنايا كي كتشوفوا هادو كيتحركوا، باش تكونوا عارفين هاد اللعيبات راه كيتحركوا هكا. 4300 درهم هي 86000 ريال 430 اورو. اختي وصال البغاسلي الاحمر، انا غنصيفط لك دابا غنعيط للسيد يصور لي وصال، ياك ياك مولات البراسلي الاحمر ياك، الا كان هو هذاك راه واجد عندي غدا غنجيبو ان شاء الله للمحل، ولا بلاتي صيفط لك لا فوتو ديال حقاش ديجا مازال عندها في المعمل. المهم غدا غيكون عندي في المحل. 4300 درهم هي 86000 ريال 430 اورو، 430 اورو 86000 ريال. غورميت غافينيتي حتى هي، هادو زوين هاد لي غورميت اللي بغا دي مارياج خفافين، مارياجات اللي كيكونوا خفافين وزوينين ديال الدوام. عاوتاني حتى هما بالنسبه للناس اللي باغيين يتزوجوا ولا المقبلين على الزواج ان شاء الله، حتى هما راه دايرين لكم بروموسيون زوينه هكا باش كلشي ان شاء الله يتقدى الذهب معنا. هذا الثمن ديالها اللي هو 1700 درهم،
1700 درهم لي 34000 ريال 170 أورو. 1700 درهم لي 34000 ريال 170 أورو. إلا عجبك ديري لو سكرين وتواصلي معايا سير واتساب. هذا بالنسبة لرجالي معنا في اللايف هنايا، راه ممكن تواصلوا معنا على الراس والعين. 1700 درهم لي 34000 ريال 170 أورو. وتحية لكم كاين اختي سارة، الميساج ديالك كبير وخير اللي كتصيفطي ما شفتوش والله ما شفتو. كاين دوطخ موديل، هذا ماشي مغياش، هذا الموديل اللي غنوريكم دابا غير تلبس يعني تمتعوا به وصافي، موديل زويون. هذا الثمن ديالو اللي هو 38000 ريال 1900 درهم. هذا كيجي في اللبسه ديالو خطير، مسيغتي بحجيرات هنا 1900 درهم اللي هي 38000 ريال. 38000 ريال اللي هي 1900 درهم 190 أورو. كيجي غزال هذا الخاتم، هذا خطير بثمن جد مناسب. ألف وتسعمية درهم لي 38000 ريال 190 أورو. لي عجبو يديرلو سكرين ومرحبا بي. وما تنساوش الموديل ديال 3D، واش ممكن تبدل ليه سوليتير كاري؟ مرحبا لا هوبي، ما كاين حتى مشكل. سمحوا لي، كاين هذا الموديل، هذا كاين هذا الثمن ديالو اللي هو 28000 ريال 1400 درهم لي 100. ما بغين فين هو وسيم. صافي اختي سمراء، قلتي لي راه نهار الجمعه هذا، انا راه قال لي واقيلا ما عرف، قال لي تنغدى في العشيه غادي يكون واجد عنده ولا ما عرف. هذا راه عيطت لك بيز، قال غدا في العشيه غادي يكون واجد. 1400 درهم هي 28000 ريال 140 اورو. هذاك صيفطتو لك اختي وصال، هذاك ديال البارح. لا خلاص راه صيفطتو لك الصباح. 1400 درهم هي 28000 ريال ديال 3D 140 اورو. اللي عجبو يدير له سكرين ويتواصل معنا سير واتساب ومرحبا. 1400 درهم هي 28000 ريال 140 اورو. اللي عجباتي يدير له سكرين ويتواصل معنا سير واتساب ومرحبا. ما تنساوش هذا الموديل، هادو هذا موديل ديال ليبول، هذا الثمن كي كتشوفوا غزال. هذا الموديل ديال ليبول، شوف لكم شحال الثمن ديالو. هذا الثمن ديالو اللي هو 60000 ريال 3000 درهم. سام ولدي وسيم، لا زيكو ميرور، الله يحفظك اخالتي كي دايره مزيان، لاباس عليك، الله يحفظك، الحمد لله، الله يحفظك. الثمن ديالو اللي هو 3000 درهم 3000 درهم 60000 ريال 60000 ريال هذا الموديل. وعندي البغاس اللي وريتكم قبيلات 9500 درهم، هذا ب 9500 درهم اللي هو هذا، وهذا الثمن ديالو اللي هو 60000 ريال 190 زائد 60 هي 1,050,000 ريال. هذا ب 1,050,000 ريال. ها البغاصلي ديالو كيفاش كيجي، انا حطيت لكم في المانكان ديالو كيفاش كيجي في اللبسه ديالو. 1,050,000 ريال. ولكن راه لا لبستي الذهب شي حاجه وسيم دي، والله الا قالتها لي الوالده قبالات وقلت لها بلاش، قلت لها الصباح صبحت مزيان ساعه وار مازالين كنشنفنو كنضرب منيفنا. 12500 درهم هي 1,050,000 ريال 1,050,000 ريال. هذا الموديل اللي عجبو يدير له السكرين الله يحفظك ام خليل، اشرب لنا الماء والو. 1,050,000 ريال هي 12500، 12500 درهم هي 1,250 اورو ديال ليبول خطير، شي حاجه غزاله بثمن جد مناسب. غنجي مرحبا بكم، تبغيو شي حاجه على راسي وعيني وثمن جد مناسب ان شاء الله في متناول الجميع، مرحبا بكم. ما تنساوش واحد لاباك ديال الاناناس اللي عندي هو هذا ب 1,300 درهم. من 1,300 درهم هي 26000 ريال 130 اورو. 130 اورو كيجي خويتم ديال الاناناس زويون، حليل له دوره كبيره. 1,300 درهم هي 26000 ريال 130 اورو. 130 اورو هي 26000 ريال. اللي عجباتي ديال السكرين ويتواصل معايا سير واتساب ومرحبا. 1300 درهم هي 1,300 درهم 26000 ريال. النوال وعليكم السلام، مرحبا بك. يلا ما تنساوش تبارطاجي مع، كاين الخاتم ديال الجاكوار اللي هو هذا، الثمن ديالو اللي هو 2200 درهم 44000 ريال. نشوف واش 44، لا هذا الثمن ديالو اللي هو 2000 درهم 2000 درهم هي 40. وسيم بحال لي حتى انا بحالك البرد، والله الا انا قتلني في الليل ما كنعش. 2000 درهم هي 40000 ريال 200 تقريبا. اللي عجبو يدير له سكرين ومرحبا به، خاصك المدافي فيه الحامض. دابا ما حدايا لا حامض لا والو، حدايا واحد البراد ذاتي خاوي، واحد القرعه د مراش مازال فيها واحد نصيص. 2000 درهم هي 40000 ريال 200 اورو تقريبا. الشمس ام اي تعطلتي شويه ولكن مرحبا، بقى
باش ما جا الخير ينفع. مرحبا بكم كامل عندنا. ما تنساوش تبارطاجي معايا اللايف وشكرا لكم. كاين هاد لي موديل ديال لي بغاسلي اللي ب 7000 درهم، 7000 درهم هاد لي 3 بغاسلي 7000 درهم 140 الف ريال 700 اورو. دي موديل لي غزالي وثمن جد مناسب، وفي متناول الجميع ان شاء الله. الثمن ديالهم هو 7000 درهم 140 الف ريال 700 اورو. السلسله ديال اليد 1300 درهم اختي فلور ديال 3 دي. ما تنساوش تبارطاجيو معنا اللايف، بارطاجيو. بالنسبه كاين عندنا هاد لي موديل هادو الثمن ديالو اللي هو 10000 درهم. هادو ثلاثه ديال اللي بغاسلي ب 10000 درهم عراضين، ثلاثه ديال اللي بغاسلي ب 10000 درهم. اما اللي بغا واحد راه كيطيح عليك ب 66000 ريال لواحد. هذا ب 66000 ريال 10000 درهم، هذا ب 66000 ريال لواحد. اللي بغا يدير له سكرين مرحبا. الله يهديك، شرب الليمون دافي مع العسل ملي تبغي تنعس. راه هلكك البرد، وقول للوالد يجيب شي حاجه تبخر به الدار باش ما تعاودش هو يرتاح بين النفس. والله يحفظك اختي تسيم، تحيه لك والله. الا شكرا لك بزاف والله. الا راه كنا عيالين وكنجيو نحلوا المحل راك تما. وداك الشيء لاش انقلت دابا نتعاود معكم. مرحبا. هذا مليون اللي هما 10000 درهم و 3300 درهم لواحد. انتم عقلوا معايا، راه حتى الواحد كنبيعوه جوج اللي بغيتوها. مرحبا. 10000 درهم رينو ميكسين وكرب زيت لوسيور مع سنيده وشرب زيت لوسيور. الله يحفظكم والله الا تهليتو فيا. الله يكثر خيرك الله يوفقك. الله يحفظك. كاين هذا الموديل هذا الثمن ديالو مليون و 30000 ريال. هادو مليون و 30000 ريال، كيطيح لك تقريبا 76000 ريال لواحد. 76000 ريال لواحد. هذا خاتمو كاين، هذا اللي بغى الخاتم ديالو هو كاين عندي. ها هو هذا، الا بغيتي دي هذا ودي خاتمو راه كاين عندي موجود. اللي عجبتكم ديروا له سكرين ومرحبا. هانتوم كاين هذا، كاينين كارتي كارتي الناس ديال كارتي اللي باغيين. شكرا على المزرغ من المرض. الله العظيم الا كنت عيان يعني راه الناس اللي كانوا في المحل ما كنت كنهز عيني نشوف. حقاش ديجا عيني ملي كتشاركوا عارفين الرواح ملي كيكون بنادم مروح كيكونوا عينيه بحال ما عرف شنو داير. داكشي علاش والله. وكاين هذا الموديل هذا ب 190000 ريال ياك. هادو 190000 ريال. هذا الواحد كيطيح لكم 64000 ريال الا بغيتي واحد. هادو 190000 ريال و 64000 ريال. يلك زيت مالو سون 3 الله بصح راه مزيانه مزيان هذا. بس عليك بغيت نشوف شي شوكات. الشوكات ما بقاو ليش على زيكو، ولكن نوريهم لك في لي فوتو. راه عندي شي وحدين نشوف قالو لا ما بقاو ليش. هادو 64000 ريال. انا عطيتكم حتى هادو، راه كاين عندي خاتمو. هذا عندي خاتمو، هذا حتى هو عندي خاتمو تقريبا كيشبه له. كاينين خويتمات اللي بغيتوها. المهم بغيت فان كليف غورميت وكولي، بغيتي براسلي اختصاليه ياك ما فيهش الفان كليف. الا كان نوع علم هذا اللي كنهضر عليه انايا عايش. هانتوما تبارك الله عليكم. ودير مسطرة. مسطرة فاش بغيتي مسطرة في الاكس. هانتي هانتي في مسطرة لا لا وردة. هاهي 6 سنتيم. الا كان 6 سنتيم هاهي بحال القياس اللي بغيتي. 6 سنتيم تقريبا كامل 5.9 في نفس القياس. الحياة وعليكم السلام. ديامتر والديامتر لا لا. مرحبا مرحبا مرحبا. كاين هذا ديال نص شانيل ونص حجيره. هذا غزال حتى هو شي حاجه غزاله بثمن جد مناسب. هذا الثمن ديالو اللي هو مليون و10000 ريال. مليون و10000 ريال اللي بغا واحد ب70000 ريال. اللي بغا واحد ب70000 ريال القياس ديالو واعرين واعرين. هذا الموديل انا نعطيك كنت مريضه عملت عمليه دفعات كولي. انا نعيط لك ما فهمتش اختي مواسيم والله ما انا نعيط لك كنت مريضه عملت عمليه دفعات والله ما فهمت زعما كنتي مريضه. الله يشافيك اختي الله يشافيك. ولا ما فهمتش شنو الكلمه الاخرى. ها انتم هذه اللي بغا يدير لها سكرين تاع مليون و10000 ريال. اللي بغا واحد في 70 عندهم مليون كاع. مين ها انتم هادو ذهب 18 كار. ذهب 18 كار يا اختي يا اختي. الله يا ربي ما نساش عاوتاني نكمل لكم. الناس كيف قلت لكم قبيلات الناس ديال لي كادو. انا جايب لكم الكادويات واعر. يلا الناس اللي باغيه تعطي دي كادو راه عندي شي حاجه غزاله بثمن جد مناسب. يلا بارطاجي معايا. كاين اخوتي قول لي بغاسلي اكس اسون باك بشحال. قول لي بغاسلي اكس اسون باك. لا باك 1900 درهم والاكس واقيلا راني قلت لكم واقيلا مليون و30 الف ريال شي 3800 درهم. واخا المهم شوفي اختي الورده راني دوزت شاريل بزاف فيهم هنايا. شوفي اللي عجبك. هادو ب 200 درهم 1200 درهم 24000 ريال. هادو بالناس اللي باغيين يعطيو دي كادو لحبابهم وخوتهم وصحابهم.
هادو الثمن ديالهم وعيالاتهم، هادو الثمن ديالها اللي هو 1200 درهم. انا جبتكم هادي داير ناقص لكم فيها اليوم 200 درهم، دابا الثمن ديالها اللي هو 800 درهم 16000 ريال. كاين هادي اللي الثمن ديالها 1000 درهم، 1000 درهم عقلوا معايا على لي بخي الحاجه اختي ساره واقيلا ولا شفت الميساج ديالك والله ما شفت اختي. طيب تغدلوا الوكل اختي حنان ما شفت الميساج ديالك، كتبت لك كتبت لي شي وصفه واسي نشرب الحريه قال مالسه اه والله هيلا والله تحشوم عليك بالله. هذه الثمن ديالها اللي هو 800 درهم 16000 ريال. شتي دابا راجع على نيتي نقرا الكومونتير ديالك. 800 درهم وهذا الثمن ديالو اللي هو 1000 درهم، وهذه الثمن ديالها اللي هو 1200 درهم، وهذه 800 درهم 16000 ريال. بالنسبه لي كادو الحباب اللي كيبغيو يعطيو دي كادو، هادو بروموسيون داير فيهم. مرحبا اختي ورده، الحاجه اللي بغيتها سير واتساب ومرحبا. ثمنك راك عارفه اللي كاين. هادو الثمن لقينا ما نصابو غنصاوب مع اختي، ما لقيتش راك عارفه اللي كاين. تبع اش قالت حنان المنتصر الطبيب تغدي حتى نشريو راسنا. مرحبا. 800 درهم يسهل الله، ما تعرف يعطيك الراجل الكادو ولا الوالده تشريك الكادو، ما تعرف. 800 درهم هذا 1000 درهم 1200 درهم، وهذا الثمن ديالي هو 800 درهم. بروموسيون سنيسلات زوينين، بروموسيون واعره. يلا بارطاجيو معايا. شكرا لجميع البارطاج وعلى المساندة ديالكم. اسمينا دائما خذ من فارماسيون يوم الميسيغز. لا دابا شري، انا كنشري الدواء كنبر، داكشي علاش ما بغيتش نشري الدواء. ايوا واش غديروا؟ الله يشافي الجميع، والله يشافي كلشي عيان، كلشي عيان، كلشي مسكين مدكدك. الله يشافيكم الحباب والخوت، واش غادي نقول لكم؟ الله يشافي جميع المسلمين. ايوا واش غنقول لكم؟ بارطاجيو. اي شنو مازال نوريكم شي ميضلات زوينين عاوتاني، شي حاجه تاتا. هلا لو هلا لو والله وسيم حريقات تتبع لنا بالثمن تيديروا. واش الحريقه هذيك اللي كتقيسها بيدك كتك ياك هذيك؟ واش هي هذيك ياك؟ والله صاحبي الا كانت هي هذيك راه هذيك شغادي تاكل فيها، التاكله غتقتل بنادم وقيل. هذيك هادي الثمن ديالها اللي هو 10500 درهم. خيوط من سر 3 هادوك انا نعطيك الثمن ديالهم. هادو 10500 درهم اللي هي بمليون و10000 ريال، 10500 درهم اللي هي بمليون و10000 ريال. الناس فرحوني هادو مليون و10000 ريال اللي عجبهم يدير لهم سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. ثلاثة ديال اللي بغات لي غزال اللي بثمن جد مناسب 10500 درهم اللي هي بمليون و10000 ريال، مليون و10000 ريال اللي عجبات يدير لها سكرين ومرحبا. 10500 درهم ثلاثة ديال اللي بغات لي حيدو لهم السكوتش. ويلي والله الا بعد المرات الرجال الا كيحنوا مساكن زعما الله انا عارف انا كيجيونا هنايا زعما ويقصح حتى كيقصح مسكين وكيتعامل والله كيشوف بزاف زعما راه غير الله يحسن العوان وصافي، راه غير الامكانيه وصافي. بعد المرات ما كتكونش عند الراجل وصافي، داكشي علاش ما كيشري لا كادو لا والو. وكاين اللي ما عندوش مع الرومانسيه كل واحد وشنو. ايوا واش غدير؟ الله يسهل على الجامع، راه والله يحسن العوان الجامع. قال ما هي مروت، داك مروت انا قلت الحريقه، الحريقه راه تاكلها الاخرى تزق دايره بس. ها القياس ديالك كيفاش داير؟ 10500 درهم، 10500 درهم اللي هي مليون و10000 ريال اللي عجبتي ديال السكرين ومرحبا. 10500 درهم اللي عجبتي ديال السكرين ومرحبا و1000 مرحبا بكم. اللي بغا يدير السكرين يتواصل معنا سي واتساب، رقم الهاتف هو 06 52 15 170 60. كاين هذا الثمن ديالو 4000 درهم، 4000 درهم مع الخبيزات خبيزه ما عرفتش والله ما عرفت. هذا ب 4000 درهم اللي هو 80000 ريال اللي هي 400 اورو. هذا كي كتشوفوا غزال هذا البغاص اللي حريم السلطان، الثمن ديالو 4000 درهم 80000 ريال 400 اورو. الا عجبتكم ديروا له سكرين وتواصلوا معايا سي واتساب ومرحبا. 4000 درهم اللي هي 80000 ريال، 4000 درهم اللي هي 80 ريال. كاين هذا البغاسلي هذا ب 4900 درهم 490 اورو، وكاين هذا ب 5500 درهم. هانتي اختصار عاودي صيفطي لي ميساج ديالك، ما عرفتش علاش ما كيطلع لي ما كيبانليش الميساج ديالك انا هذا اللي كتكتبي له. انا نقلب 5500 درهم هذا الموديل هذا ما بانليش والله ما بان لي اختي، انا غنبقى مركز معاك. يلا غير عاودي كتبي 5500 درهم 4900 درهم وهذا 4000 درهم اللي عجبكم ديروا له سكرين ومرحبا. والسيده اللي بغات ثلاثه من هذا انا غندوزها لك. مرحبا بغيتي حتى 10؟ انا اخت بلجيكا. مرحبا اختي مواسيم، عرفتك وما عرفتك هذا الميساج ديال الميساج ديالك قريته قبيله، ما عرفتش شنو قلتي لي انا عيانه ولا ما عرفتش شنو قلتي لي.
هادو 390,000 ريال، 390,000 ريال. ها هما ثلاثة كيجيو غزيولين دورة 21 شي حاجة فني ولا صحيحة وثمن جد مناسب، 190,000 ريال اللي هي 9,500 درهم هي 950 أورو، 950 أورو اللي عجباتي ديال السكرين ومرحبا، 9,500 درهم اللي هي 950 أورو اللي عجباتي ديال السكرين ومرحبا، 9,500 درهم هي 950 أورو. يلا بارطاجيو معايا اللايف وشكرا لكم كاملين على البارطاج وعلى المساند ديالكم لينا، راكم دائما عزازين علينا، وديروا معايا البارطاج وشكرا. ام ادام عليكم السلام، مرحبا. بغيت بغا غاسلي يجي مع هذاك لونسومبل ديال 3 دي، هذا يجي مع هذا لونسومبل، هذا البغاسلي ديالو عندي 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 اختصار، هذا الا بغيتي ديالو راه كاين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذا الثمن ديالو هو 6,200 درهم، هذا بغاسلي بخاتم بحلقات بوندونتيف، لا اسمحوا لي ماشي 6,200 درهم عينو، هذا الثمن ديالو اللي هو 6,000 درهم، هذا الثمن ديالو كامل ب 6,000 درهم. بونسوار فو بارلي با فرونسي، شي شويه اختي ناصره وصافي، زعما راه كان هيبو شي شويه على هذا صافي. هذا ب 9,500 درهم، 9,500 درهم هي 950 اورو، فيه البغاسلي والخاتم والحلقات كي كتشوفي غزالين شي حاجه واعره وصحيحه هما، والبوندونتيف ديالهم هكا. هذا كامل الثمن ديالو اللي هو 6,000 درهم، 120,000 ريال، 600 اورو. واش هادوك غلاط ولا مغلفين؟ مغلفين هادو من الداخل ديالهم مغلفين هنا. نتمنى تبارطاجيو عفاكم معايا اللايف وشكرا لكم. باش ندوز لكم اختي مولا 3 دي، ما عرفتش 3 دي فين حطيتها ولكن نقلبوا لك عليها. المهم راه عندي بغاسلي ديال 3 دي، ما لقيتوكش دابا دخل عندي لا فوتو، راه عندي لي فوتو ديالهم وديك الساعه نوريهم لك، ما عرفتش فين حطيت انا 3 دي، ما عرفتش اختي فين تحط لي 3 دي ولكن راه عندي. لا لا دوني وعليكم السلام، صوروا لك ورينا ديشين، وريتهم اختي وسام، وريتهم ديشين كيف كيفوجوش 1,000 درهم، وريتهم قبيلات. Vous pouvez poster votre question et j'ai fait la traduction. الله يحفظك اختي ورده، تحيه ليك على التراديكسيون. الله يحفظك. Vous pouvez pas nous dire les prix en français. راه نقولوها لك، شوف لنا الحاجه اللي بغيتي. والله ما كرهنا، ودي قرينا تا قرينا وما قرينا تا لعبه. هذه بمليون و 30,000 ريال اللي هي 11,500، لا جوج د المليون، جوج د المليون و 30,000 ريال اللي هي تقريبا جوج د المليون 20,000 و واحد 21,500 درهم، هي هذيك 21,500 درهم هي 2,100 درهم، ماشي هي هذيك 2,150 اورو، 2,150 اورو تقريبا هي جوج د المليون و 30,000 ريال الفرونسي. اوه في الثمن جوج د المليون و 30,000 ريال، واش 9,000 ولا 6,500 درهم؟ هادوك ديال هادو ديال المناف اللي وريتكم 9,500 درهم، الا بغيتيهم مرحبا و الف مرحبا بك اختي. ها 9,500 درهم داكشي اللي دوزنا لكم، فوزيت اون فرونس نو اون ماروك. لا لا هادو كي كتشوفو غزالين، هاد لي موديل ديال المناف كتشوفو رائعين، 190,000 ريال، هادو ثلاثة ب 190,000 ريال هي 9,500 درهم. صاحبتي باغيين الثمن تقول بفرونس، دير ما كنعرفش الفرونسي في الثمن، 9,500 غنبقى نخربق بهم وصافي. الريالات الريالات اللي حدا هادو 9,500 درهم اللي هي 950 اورو، 950 اورو اللي هي 9,500 درهم، 950 درهم ياك، 950 ما نعرف، المهم كتبو بالدرهم وصافي. الا بغا شي حاجه يدخل عندي البريفي نقول له التمام باش ما بغا. السلام عليكم، بس عندك من كازا، الله يحفظك لاله زكيه، تحيه لك. 200 دو 2100، ماشي دابا حنا نرجعو نكملو من هذا 50 سون 50، ما نعرف بقاو يضحكوا علينا الذهبيه دابا هنا، يدخلوا هنا اللايف يقول لك الذهبي وما قاريش فرونسك. اخ كنت واضعوا معاكم 5,500 درهم اللي هي ب 110,000 ريال اللي هي 550 اورو، 550 اورو اللي هي 110,000 ريال، اللي عجبتي دير لها سكرين ويتواصل معنا سيغ واتساب ومرحبا. كاين هذا الكلو كي كتشوف هذا الكلو، هذا كاين الكلو الثاني اللي كيتحل 950 اورو، هي هذيك دي راه ما عرفناهاش. الثمن ديالها هو 3,300 درهم، 66,000 ريال، 330 اورو، 3,300 درهم هي 660 اورو، 3,300 درهم 66,000 ريال، وهذا الثمن ديالو اللي هو 5,500 درهم، 110,000 ريال، وهذا ب 4,900 درهم. الكلو راه قلت اكثر من 10 المرات انا كنقول لكم لي بخي ديالو، نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. اللي بغى شي حاجه مرحبا به.
كاين هذا الموديل، هذا موديل غزار، هذا الثمن ديالو هو 5500 درهم. راك على حق الله. مرحبا اختي دنيا، واش هاد الدار ضروري بلامي؟ انا عجز اخويا داكشي علاش بغيت نشوف لي شين دو سان، نشوفهم في لي فود نشوف. دابا راني دوزتهم قبيله اختي، انا نشوف في الاخر اللايف انا نعاودهم. هذا الثمن ديالو هو 5500 درهم. هذاك الشيء اللي كاين راه حنا راه كنعرفوا اصحاب الكوم، ما كنعرفوش بصح انا راه كنعرفوه الفرنسي 2150 يورو هي هذيك. قسكتو سي معلم وقتلتيني بالضحك. ضحكوا مع راسكم بالصحه وراحه. 5500 درهم ليا 110000 ريال 550 اورو، 550 اورو هذا الموديل اللي عجبو يدير له سكرين. او مرحبا والف مرحبا بكم، بارطاجيو معايا اللايف، بارطاجيو باش كلشي ان شاء الله يستافد من هاد لا بروموسيون اللي كندير لكم. ومرحبا الف مرحبا خويا، هذيك السته اللي فيها 7 بغيت 9، واش كاينش فيهم شي تخفيض؟ نديرو معاك التخفيض واخا ما يكونش نديرو التخفيض حنايا، حنا راه دائما التخفيضات. ها نتوما كاين خويتمات، ها نتوما كيفاش كتوتر. هذا الثمن ديالهم اللي هو 2000 درهم الموديل اللي بغيت انا، ثاني كيتلوى فرونسي واخا قريت سكفت بغيت كلوزر زي عفاك وخاسم ديالو. كاين اختي كاين موجود، راك عارف اخويا. ودي راه البركه ديال الله ما تخطاش وصافي. حنايا الثمن ديالو هذا اللي هو 2000 درهم 40000 ريال 200 يورو، اللي عجبات شي حاجه يدير لها سكرين ويتواصل معايا سي واتساب 06 52 15 78 63. ومرحبا بالجاي. كاين هذا الثمن ديالو اللي هو 2000 درهم 40000 ريال 200 يورو، اللي عجبات يدير لها سكرين ويتواصل معنا سي واتساب. ومرحبا بالجميع، 2000 درهم 40000 ريال. لي بغا لا باك لونسومبل ديال كارتي راه عندي اليوم واحد لونسومبل ديال كارتي كتشوفو. هذا الثمن ديالو هو 77000 ريال 3850 درهم، 3850 درهم حلقات بوندونتيف 3850 درهم. اختي ليلى اعطيني السؤال ديالك هنا، اعطيني اين هما ديال شانيل حقاش راه صورت لك ثلاثه قبيلات. اي لوغا ما كتستعملهاش كتنسى. ضروري هذيك. ايوا حنا معكم بغي بالعربيه نصاب نتكافاو مع 3850 درهم اللي هي 77000 ريال، اللي عجبو يدير له سكرين ومرحبا به. 77000 ريال اونصومبل كتشوفو فيس غزال كارتي شي حاجه غزاله وثمن جد مناسب 385. الله يحفظك على الوردة، شكرا لك بزاف على المساند ديالك، الله يحفظك شكرا لك بزاف. وما تنساوش تبارطاجي معنا اللايف، وشكرا لكم بزاف على اي حاجه، مرحبا بكم عندنا. كاين عندنا خويت مهد حارم سلطان، موديلات خفاف زينين ثمن جد مناسب وفي متناولكم كاملين. 1000 درهم 1000 درهم الموديل اللي عجبك في هادو، غير 1000 درهم اليوم 20000 ريال هي 100 اورو، اللي عجبتي دير له سكرين ويتواصل معنا في واتساب. ومرحبا 1000 درهم 20000 ريال 100 اورو، اللي بغا يدير له سكرين ويتواصل معنا على رقم الهاتف اللي هو 06 52 15 170 69. ومرحبا 1000 درهم 20000 ريال الموديل اللي بغيتي سكريني وتواصلي معايا في واتساب. مرحبا. العربيه يعني بزاف الناس عاوتاني خصنا نتواصلوا معاهم، ولكن الغالب الله راه اللي في جهدنا كنوريوه كنوصلوه لكم. ايه كاين هذا ديال الجاكوار، هذا الجاكوار اللي هو 46000 ريال. هادو الاخرين اللي صيفط لك واش هادو ماشي ديال الاكس؟ لا ديال شاري. واش الاخرين ولا داك اللي ديال السيدان بيوعي؟ هذا الثمن ديالو هو 46000 ريال، 46000 ريال ماشي هادو، عرفت انا فين حطيتهم. المهم حتى ندخل بلاتي الكونفرساسيون حقاش ما عرفتش فين هما. 46000 ريال هي 2300 درهم 230 اورو، 230 اورو هذا ديال الجاكوار عوينته خضر شي حاجه زوينه وصحيحه وثمن جد مناسب 2300 درهم 46000 ريال، اللي عجبو يدير له سكرين ومرحبا به. صافي مرحبا اختي ليلى، راني عرفتك خلاص. غير ما عرفتش فين حطيت هاد اللوز ديال اش كيقولوا لهم ديال الفيس. بالنسبه للسيده اللي سولتني على 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 3 دي، هي الا بغيتيها بلونسومبل ديالها كامل نقول لك لونسومبل كامل شحال كيطيح عليك بروموسيون اليوم. هذا اختي مية وثلاثين ألف ريال، مية وثلاثين ألف ريال كومبلي، مية وثلاثين ألف ريال اللي كيجي هكا الثمن ديالو هو 6500 درهم، 600 ماشي ديال السيدة، الآخرين راه مازالين عندي، 6000 والله ما عرفت فين حطيتهم وصافي، 6500 درهم اللي هي 650 أورو، 650 أورو إلا عجبك ديري لهم سكرين وتواصلي معايا سي واتساب. ومرحبا، 6500 درهم 650 أورو، واش هادو ولا ماشي هادو؟ شوفي واش هادو، إلا كانوا هادو.
6500 درهم هي 650 اورو. اللي عجبت شي حاجه مرحبا بك. هي الصينيه كاين هادو 180000 ريال، ثلاثه ديال لي بغاصلي ب 180000 ريال هي 9000 درهم. 9000 درهم هي 3000 درهم لواحد، 3000 درهم هي 9000 درهم لواحد و 3000 درهم قلت لهم 9000 درهم لواحد، 9000 درهم ثلاثة و 3000 درهم لواحد. اللي عجباتو جوج ب 6000 درهم، اللي عجبات شي حاجة مرحبا و ألف مرحبا به. أسيدي دريس كي داير أخويا الحبيب لاباس عليك بخير، كي داير مع البرودات، كي داير محمد علي لاباس عليه، خاصك تجيبو لنا المكناس أخويا دريس، تجيبو الإفران إن شاء الله، يوجدو العطلة يجيو عندنا مرحبا بكم. اختي ريتا جاوبني عافاك واش الميساج ديالك هادوك ها ما كاين اختي ليلى تشوفيهم واضحين على راسي وعيني ها طلبتي غير الموجود عاوتاني ما عقلتش فين حطيتهم والله ما لا والله العظيم لا لا عرفتي لا لا العقل عندنا باش حط لنا ديك ما كتجاوبش الناس ثلاثه ديال السيمانات باش صيفط لك ميساج ما عرفتش اختي حسنا الناس اللي صيفطوا لنا ثلاثه السيمانات كيعاودوا يصيفطوا الميساج كنجاوبهم هذا اختي ها انت اختي ليلى كي كتشوفي هو غزال هذا الموديل هذا 3 ايام هذا انا كنت عيان ما كنجاوبش في التليفون ضروري يعني انا هو الواحد اللي خدام هنا ما كاينش شي واحد يعطيك شي تفسير غتسولي على شي حاجه حتى واحد ما غيجاوبك اللهم انا اللي نجاوبك اختي صبري معنا الا بغيتي تصبري ومرحبا على راسي وعيني هذا هو كيف كتشوفي الثمن راه اون بريفي ان شاء الله ومرحبا مسطره مسطره لاله ورده هادي حتى الا عجبوك لاله ورده هادو ها هما تبارك الله عليك الا بغيتيهم مرحبا تقريبا فيهم 5.7 5.7 تقريبا الا بغيتهم مرحبا جيب ايمن واجي ان شاء الله والله خير ادريس وجيت كنت غنجي للمعرض ديال الذهب كان في طنجه واقيلا ما عرف فين كان واقيلا في كازا ولا في طنجه كون كان في كازا ولا حتى كنت جيت عندك اخي ادريس علاش لا نجيو نشوفك اخويا الحبيب والله الا مرحبا ايوا خوتي تصبحوا على خير والله يسر لكم اموركم الله يعاونكم حتى الغدا ان شاء الله في كيف عاده في نفس الوقيته ان شاء الله بثمن جد مناسب وبروموسيون اللي غزاله وما تنساوش ديروا البارطاج دائما في لي لايف ديالنا اللي كتكون ربحه دائما كل سيمانه الا عجبتكم شي حاجه كديروا لها سكرين وتواصلوا معايا سيغ واتساب رقم الهاتف اللي هو 0625151076 ومرحبا بالجميع اي حاجه بغيتوها على الراس والعين اثمنه دائما راه جد مناسبه وفي متناول الجميع يعني كل شيء ممكن يتقدم عندنا الذهب بس نجاوب في واتساب واخا سالي اللايف ان شاء الله نرتاحوا شي شويه من اللايف وغادي ندخل ان شاء الله غنجاوبكم كاملين في دقه واحده لي فوتو الا ما كانش مصورين عندي في التليفون غادي نجاوبكم ان شاء الله الصباح المهم راه كنجاوبوا الناس كاملين نتمنى باش دائما الحاجه اللي تعجبكم ديروا ليها سكرين ودخلوا عندي سير واتساب يعني تصيفطوا ليا السميه ولا غير النمره التليفون مع جميع المعلومات ديالكم وديك الساعه حنايا راه نصيفطهم اختي مولات لي شين غنوريهم لك دابا قبل ما نسالي ديري سكرين لهادو والحاجه اللي عجباتك فيها اللي عجباتك شي حاجه في هادو تقريبا هنا 900 درهم اغلى حاجه 1200 درهم هي هاد هي هاد اللي عجبتك اختي مرحبا ها هي ديري لها سكرين ولا بغيتيها على راسي وعيني اختي هانتي سكرين هادو دخلي عندنا سيغ واتساب ولا عجبتك شي حاجه كاين الاولى ب 1000 درهم الثانيه ب 800 درهم والثالثه ب 800 درهم والرابعه ب 1200 والاخرى ب 1500 تقريبا يلا اختي الا بغيت شي حاجه مرحبا وتصبحوا على خير والله يسر لكم اموركم الا عجبتكم شي حاجه دخلوا عندنا الواتساب راه رقم الهاتف امبانغلي ليكم ومرحبا ان شاء الله غدا دائما في نفس الوقيته كيف كندير لكم البارطاج ما تنساو الناس البارطاج اللي كنبارطاجيو ديجا غدا عندكم بروموسيون غزاله في هذا الطابلو هذا يعني شي حاجه اللي غتكون ان شاء الله بالنسبه للناس هذا بروموسيون كامل غدا دايرين لكم اللي بغى شي حاجه مرحبا به ان شاء الله الصباح نتلاقاو في نفس الوقيته دائما مرحبا تصبحوا على خير والله يسر لكم اموركم الله يعاونكم